أهلا بكم من جديد. يواجه تلاميذة الثانويات في لبنان صعوبة في اختيار مهنتهم المستقبلية. في جوني وبمناسبة أسبوع الفرنكوفونية معرض يجيب على كل أسئلة الطلاب. آلاف التلاميذ بيتخرجوا كل سنة من المدارس اللبنانية وبيكون أصلاً بلش عندهم مشوار طويل من الأسئلة. أي اختصاص بدي أدرس؟ شو بدي أكون بحياتي؟ أبواب الجامعات منكون شام حيارين إنه شو بدنا نفوت، أي شو بدنا نفوت سبيسياليزاسيون، أي كارير، كيف بدنا نكمل. أنا بعدني بالمدرسة وبعد مش مقررة شو بدي أعمل، متكلي على اليوم شوي. جواب على أسئلة هالصبيتين ومعهم حوالي 400 من الشباب والصبايا رح يحصلوا عليهم بين جدران بلدية جوني. هالمبنى الأثري يلي لبس الألوان اللبنانية والفرنسية بمناسبة أسبوع الفرنكوفونية استقبل تلاميذ من طلاب المرحلة الثانوية لمساعدتهم على تحديد خياراتهم. هيدا الفورم صار معمول لأربع مرات، كل سنة منجيب أكثر من 60 اختصاص حتى يكونوا عم يعرفوا التلاميذ على اختصاصهم. كثير مهم انه يكونوا عم ياخذوا هيدا الاكسبيرينس من اشخاص هن اوريدي بيشتغلوا بهذا الدومين، هن اشخاص صار عندهم خبره فيها، بيعرفوا مجال العمل شو على المضبوط. التواصل مع اولاد المدارس ومع شباب وصبايا الجامعات اساسي بالنسبه لسلطه مثل البلديه، هي انه تتعاطى مع هالجيل، تفهم منهم شو بيحبوا. هيدا النهار مهم كثير لمستقبل اولادي، في اسئله كثيره بدهم اجوبه عليها، نحن مش قادرين نأمن لهم إياها. هلأ الدنيا كلها تغيرت تطورت. بهالمعرض بتلاقوا الاختصاصات الكلاسيكية مثل الطب، الهندسة، الصيدلية والفندقية. واللافت إنه كسروا المنظمين التابوهات واتطرقوا لاختصاصات قليل لنحكي فيها مع أولادنا، بالرغم من أهميتها البارزة على الاقتصاد والمنافسة الغير شرعية اللي عم بيواجهها اللبناني بهالمهن. نحن اليوم عم نضوي على جميع المهن يلي متعلقة بالكونستراكشن مثل الطرش والدهان، العزل، طبليت، السنجرية. أنا اليوم عم أعرف على الروت كيف حدا تلميذ مدرسة يصير كابتن بحري، وبعتقد مهم هذا الشيء يعرف عليه عنا بلبنان خصوصا لان ما في اكسبوجر كثير على هذا المجال. نحن من الاكليريكيه البطريركيه المارونيه، عم نعرف الشباب على نمط الحياه بالاكليريكيه، كيف بنعيش نحن، شو الاشياء اللي بندرسها، شو الاشياء اللي بنتعلمها، شو الاشياء اللي بنتنشا عليها. وهيك هالشباب والصبايا فتح لهم ابواب جديده لخياراتهم بالمستقبل، وهو العالم المهني، خيار اساس اتخاذه هو القلب لحياه ناجحه.